بتوقعوا انه يربح بلقب ستار اكاديمي 9 زينب او سكينة، بس مين بحب انه يربح اللقب؟ جان او سوكا. مس نوميني انا بما انه طلعت 3-4 مرات، ومستر نوميني نور مستر اكاديمي جان، وعبد الله اللي ما اجى، وعيسى، وبس بس مفروض بس، ومس اكاديمي ماريتا رنوش سوكا وميسا. اجمل ذكرى لقلي بالاكاديمي وقتها اجت ماما وكان صار لي شهرين ماني شايفتها ولا حكيتها، و يعني كثير كثير انبسطت وما حدا رح يفهمني الا تيكون محلي. وفي وقتها كنت عم بعلق انا ومصعب بالصابون، هدول حياتي ما بنسيهم. غرفة المفضلة عندي الجنينة، أكتر شي حبيت حالي يعني وقت غنية كارول صقر بتعذب كل ما بسمع بالكتاب، كان أحلى شي. أكتر مرة زعلت فيها بالأكاديمية وقت فل عيسى، وقت فلت ميسا كتير ضايقت وقتها. إذا بدي أترك شي بالأكاديمية أترك صوري أنا ورفقاتي ميسا ورنا وسكينة وماريتا وعيسى وعبد الله وجان، وبحطهم على تختي عندي فوق. توقعاتي لماريا سركيس بال 2014 تنجح بالمدرسة وتعمل غنية حلوة، سافر، ارجع اشوف رفقاتي.